الثانية ماضي ثلاثة وحداش دقيقة على اي اف ام احلى راديو، مازال مواصلين مع بعضنا حتى للاربع ونص نتاع العشية. اثنين بواحد الترجي الرياضي التونسي متقدم على شباب القيروانية في 79 دقيقة لعب، كذلك نفس النتيجة النجم الساحلي متفوق على النادي الرياضي الصفاقسي. بعد شوية باش نرجعوا حول المباريات هذوما، التصريحات مباشرة من ملعب المباراة والاستنتاجات والترتيب. نادر داود، قبل ما نكملوا الاخبار نتاع ماضي ثلاثة، حبيت جوست كم الجملة وتكمل الفكرة نتاعك في خصوص شهاب العبيدي بسرعة لي أنا باش نحكيو على توس. لا أنا مع يعني باش نلخص شوية كلام سمير وفراس اللي هو صحيح 1000%، لكن راهو المثالي في الكورة مش موجود. صحيح أنه ليديال أنه الملاعبي كي يجي عرض ولا يتصلوا به والديه، ومع العلم أنا خلينا نوضحوا حاجة، الوالد نتاع اللاعب راهو يخول له القانون أن يكون هو وكيل اللاعب. عندك اللاعب والمحامي نتاعه أو الوالد هو والافوكا هما المخولين يكونوا وكلاء اللاعب بصفه يعني واحد قانونيه. به انه الوالد ولا اللاعب يعلم النادي ويصير اتصالات بين النوادي ويخرج كما احنا نقولوا بالكبير ويستنفع النادي نتاعو، هذا به هذا به، لكن هذا كلام راهو هذا في الاحلام. ينجم هو الوليد يقول لك انا لو كان النادي نتاعي نخرج مبلغ معين والنادي نتاعي يطلب مبلغ اكبر، ينجم الفريق يبطل مني. فهمت يعني الملاعبي ماهوش يتحطوا في الكونترا يا نادر، اي ما يحط كلوز ليبرات عليه بين شهاب ينجموا اذا كان فما حسن النيه واذا كان فما رد جميل للنادي الافريقي ينجم. لا انا اقول لك من وجهه نظر انسان ولد النادي الافريقي، وانا كلام بوه ما يعجبنيش، لانه ينجم نقعد مع مسؤولين النادي الافريقي، خويا عندي عرض من سبورتينغ اجا نعملوا كونترا ونحطوا فيه شرط جزائي فيه مليون يورو ونتفق مع سبورتينغ لا نجم بالتفاهم مع سبورتينغ نجم نلقاو طريقه ونمشيو يستفاد النادي الافريقي، ينجم يمشي ب 500,000 يورو. ايميل سبورتيف ما تحبش عليه هي راسو بوان، اذا كان ما تنجمش يمشي ب 500,000 يورو، اما الترانسفير اللي من بعده النادي الافريقي عنده 20% مثلا. فما الحلول اما يخرج من الباب الكبير ما يخرجش بالطريقه هذيك يا نادر. 10 ثواني في راسو، 10 ثواني. معلومه اخيره انه معاك انه نتصور ونتفهم استياء الناس اللي تحب النادي الافريقي وحتى معناتها الراي العام الرياضي، خاطر هو كما قلت ملاعبي معناتها تونسي. نفس الكلام قلناه مع بن رمضان ومع غيره. أما نحكيه على المعادلة بين حب النادي والانتريم تاع الوقت توا انه للاعب شنو اللي اوكي ما يصيرش فما الانتريم تاع النادي زاد مش كان حب النادي فما الانتريم. أنا نحكي لك انه هو الملاعبي في الباساج بين عالم الشباب الى عالم السنيور انه باش يولي برو، الفكرة انه في بلاصه ما يجدد العقد يغري وعائلة الملاعبي ببريم دو سينياتور كبير. راهو حاجة ذي صارت مثلا بي اس جي، فما مينيموم 6-7 جوالات منهم مثلا كيكسلي كوما اللي هو يلعب في الباير، نفس الموضوع صار كي مشى لليوفي. الفكره انه العائله تاخذ بريم دو سينياتور وما والفريق ما يستفاد. نيمار بو صور فلوس اكثر منه هذاك في القضاء والدنيا. انا عندي سؤال خويا، نسمع انا عندي ساعه نسمع. اسمع خليه يكمل كابتن. سؤال اون سكون، شو الضامن؟ تتكلموا في الافتراضي. ليه تتكلموا في الافتراضي؟ حنا شوفوه يمشي، اما راهو من باب الاخلاقيات اللي يلزموا يتعدى على النادي الافريقي. انت تسمى اخلاقيات؟ لا 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 عايش خويا، لا عايش خويا، عايش خويا. انا مش لا لا فما اسمع، انت تتكلم في الاخلاقيات العامه، تتكلم على الاخلاقيات هي لا ريلاسيون جوور 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 ايكيب جوار نادي 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 اول لاعب باش يخرج بالسرقه على جمعيته مش اول لاعب. اي الكره تبدلت شويه. اي لحظه ما تكلمش في الملاعب، هذا كل شيء خايب، كل شيء في مش اخلاقيات في الدنيا. لا 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 هو احترام النادي كابتن كما قالك توا، يمشي خويا عندي عارض وعندي كذا. اي وشو ضامن انت في سبورتينغ لشبونه وتوا ولا مش يلعب في الشامبيونز ليغ وسي يلعب وعمل له كذا؟ لا هذاك موضوع اخر يا كابتن، لكن النادي يا ولدك بحذاك انت، ما تلوم روحك زاده يا ولدك بحذاك، شنو معناتها الكونترات؟ ولدك انت ما تضمنش روحك، هذا سؤال اللي هو للنادي عادي. للنادي لا لا للزوز، جيبهم الزوز. احنا قاعدين تخمينات. شوف راهو تو العلاقه بين النوادي والملاعبيه ما عادش مبنيه على الثقه وعلى الاحترام وعلى الاخلاق، مبنيه على المصالح. النادي اللي يشوف مصلحته تو، النادي الافريقي يلقى ملاعبي حر في مكان اخر ما يجيبوش، ما هو ياخذه. أي كيف هو الملاعب يخمم في مصلحته تو في العمر هذا؟ انت في معاملاتك الخاصه نادر عندك افير مع انسان مريض مسكين في بيت العمليه قعد 6 أشهر هو يقاسي في مرض ويقاسي في كذا، تصبر عليه ولا ما تصبرش عليه حتى يكملوا فتره النقاهه وترجع معاه وتحكي معاه في البروجي ولا ما ترجعش؟ ولا هو مريض في العمليه وانت تنزل عليه؟
من المفروض تقف يا سمير. النادي الافريقي النادي الافريقي في فتره مرض وهون في فتره وذاك هو علاش الاستياء خويا. هذه عندي انا نعرف نفهم عندي انا نشوفها عواطف في كل الحالات نادر. عواطف نادر على خاطر الطفل قام مصلحته تو. عطيتك مثال ما جاوبتنيش عليه. جاوبك عليه قلت لك انت عندك صديق مريض مشارك انت في مشروع في كذا في حلمه في كذا مرض السيد تمشي تغدر به وتعمل كونترا مع سيد واحد اخر وتستناه حتى يبرى ويقف على ساقيه. يا سمير هذا نادر قول انت بروفيسيوناليزم معناها باهي بيني وبينك عقد انا باش نلموا الموضوع وباش يسكر الموضوع. فما التوب نتاع البروفيسيوناليزم مانشستر يونايتد ويوفي وغيره ديال بيير وعطاوها ما عطاوها ما قالك لا يوفي تحت نقعد معاها هي من الكره تبدلت يا خويا نعطيك مثال نتاع توا نتاع البارح نعطيك مثال نتاع ولد البارح ما تبدلتش الكل الاخلاق عمرها ما تتبدل وهنا الاخلاق مهما يقول ما تبدلش. انا نحكي لك انت تحكي على بروفيسيوناليزم خالي من الاخلاق والفيفا تقول لك الاخلاق هي مبدا اساسي في كره القدم واضح قانون. جدا يهديكم امان خلينا نحترموا بعضنا ما نحبش نبدا نفكوا في الكلمه هكا على بعضنا. ريتو الاختلاف هذايا راهو هو يعكس الاختلاف اللي صاير لدى جماهير النادي الافريقي راهو الاختلاف من بين اللي نشوف نحن اليوم في موضع وموقف نتاع احتراف وبروفيسيوناليزم بحت لا المجال للعاطفه فيه ومن يرى انه لا ثم عاطفه ثم انه تشوف بالجميل وكذا. الديبا هذايا موجود وديبا انا ديجا نشوفه فيه في البلاتو نتاعنا واختلاف الاراء هذا هو اللي قاعد صاير وتقعد ديما التساؤل ما بين مصلحه النادي وما بين مصلحه اللاعب الشخصيه. في كل حالات تختلف الاراء في كل حالة نتمنيو بالتوفيق بتبيع النادي الافريقي مش بيقف على شهاب العبيدي ولا غير شهاب العبيدي سواء واصل سواء ما واصلش وتوفيق لشهاب العبيدي معناها في مسيرته القادمه في سبورتينغ لشبونه او في مانشستر يونايتد او في او حتى في النادي الافريقي ولا حتى في النادي الافريقي علاش ينجم يعاود راكونترا تو ويكمل في النادي الافريقي عادي جدا. كلمه على فكره الكابتن يعني ممتازه جدا اللي قالها الكابتن. الكوره حقيقه اليوم ماهيش حقيقه البارح وحقيقه غدوه. عندنا مثل مازال كي مشى يا اخي الزمزمي كي طلع ما عملش فعفعه واحمد احمد سيس احمد سيس لاعب الترجي في 2009 كي خذاه ستراسبور نستناه خذاه واحده واحده وما قال لك هذا مشي قلت الفريق الثاني حتى يتكون يكمل المرحله نتاع التكوين نتاعه ومن بعد حتى يشوف فاصل ثم راجعين لم يبرز حتى رجع النادي الافريقي بري ما عطاه حتى شيء هاو تاه في الزحام. احنا ماذا بينا شياب ما عملش نفس الغلطه. صحيح دونك يزمو يعرف هو ذا الاولاد كي ماشي الغادي راهو مش يكمل المرحله نتاعو حتى شيء ما هو مضمون راهو عنده نقائص فماش اللعب كامل حتى حد ما خلبش يلعب تيتولير راهو غادي معناتها ما باش نخرجوا فاصل وراجعين بعد شويه في سبورت بلوس باش نحكيو على المباريات المتاخره باش نحكيو ديريكت بعد الفاصل حول قضيه محمد علي عقيد 8 سنوات بعد ثبوت الطب الشرعي وتكذيب روايه السائقه شنو اللي صار من بعد. بعد شويه باش يكون معنا ابن محمد علي عقيد هذا الكل باش نتناولوه بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد في سبور بلوس وتوت باش نحكيو على المباريات المتاخره شباب القيروانيه وترجي الرياضي التونسي وكذلك النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. بعد شوية باش نعطيكم الرقم في علاقة بالنادي الرياضي الصفاقسي بعلاقة في غيابات النادي الرياضي الصفاقسي لكن خنذكروا انه المباراة اللي تلعبت اليوم العشية ما بين ليتوال وسيسيس انتهت بنتيجة 2-1 تو بعد شوية ناخذوا الترتيب وشنو اللي تبدل في خصوص الكلاسمون. الحقيقة ما تبدل حتى لانه الترجي ربح والنجم الرياضي الساحلي ربح لكن ما اثار الانتباه في المباراة هذية هو البوليميك كابتن خالد حسني بوليميك سي اس اس والاتوال في خصوص تاجيل المباراه من عدمها. الرابطه طرد تاجيل المباراه في الاخر بالكل. اليوم لعبنا الاتوال بالاكيب ا ضد النادي الرياضي الصفاقسي ب 70-80% من الاسامي الشبان تقريبا ما نعرفهمش بعض الاسامي نعرفوهم معناتها مع الاكيب ا كي نشوفوا التشكيله كابتن. بايجاز معناه بايجاز توا نعرفوا احنا راهو حتى طلب نتاع تاخير مباراه باش تقبلوا الرابطه انتهى خذات والنوادي سمير تعرف الامور هذه. الرابطه خذات قرار انتهى وكما قلنا هنا مش ينظفوا كل شيء وبعد يبداوا من جديد. دونك نشوف انا البوليميك هذه زايده لاكثر ولا اقل فهمتي ولا وهاكا لعبوا في الاخر هاكا لعبوا في الاخر.
اي السي اس اس هي اللي معناتها عملت الساكريفيس باش بعثت ايكيب تلعب اون ديبلاسمون ولعبت بالايكيب بي كي نشوفوا التشكيله مقابل فوالا هنا البوليميك علاش هما سمعت اخر دقيقه سي سون شوا لا اكثر كنت نجم ما تلعبش كابتن المباراه حاجه اخرى لا ما تعرف كان خاطر هدت هي باش ما تلعبش لا لا كان ما تلعبش لا ما يخرجش على النادي صفاقس يعمفر فيه ما يخرجش على نادي اي نادي كان صغيرا ام كبيرا يخرج عليه يا ما ذنب السي اس اس اللي يحب يلعب بالكاف بالقدا ويحب يلعب البطوله بالقدا زاد معناتها هذا هو المشكله وما ذنب الاتوال وما ذنب الاتوال زاد شفتوا تصوروا السي اس اس تلعب على التيتر نقطة على الترجي ولا هي فايتة الترجي هذه بابا صحيح شنو هو تشعل الدنيا يا معلم بالديوان توا شنو هو اللي يصير؟ شنو هو اللي صفاقس تنسحب ولا تلعب الفريق الثاني؟ لا بتنسحب دونك الترتيب اللي فيه نادي الصفاقسي خلاها تلعب بالفريق الثاني ثم الموضوع الآخر ما ضر الرابطة أنها تأجل الماتش شنو اللي مضر فيها؟ كيفاش ترتيب خليها تلعب في طبعا خاطر في ترتيب هي الرابعة سليمان بعيد عليها لكن في حاجة المركز الثاني لا نعرف تقول لك أنا يا أخي شنو تحبني نعمل؟ أنا هو أهم بالنسبة لي أساس ماتش اللي متاع الكاف ولا ماتش هذا متاع الإتوال هو ماتش الكاف هذاك علاش عملت الشوارع أهم وتوا الدنيا تقلبت وجراف توا ولات هي في المرتبة الأولى والصفاقسي والإتوال ولاو مهدين وذاك علاش أنا نلوم على الرابطة أنها النوادي زوز هذوما الإتوال والسي أس أس يمثلوا تونس خويا وماشيين يلعبوا من أجل الراية التونسية يلزمك أنت تساعدهم وتعاونهم وشنو اللي مضر انك وخرت الماتش نتاع الزوز في لقد ولا اكثر من هذا قدمته نهار السبت هما حابين حتى البارح يلعبوه قال لك لا من الاول سمير الاتوال رفضت التقديم ايه؟ وبعد وافقت وافقت ولات هي المشكله في الاتوال رفضت وبعد فوالا وشنو المشكله من بعد اللي كان وخرته هذا الاشكال هنا احنا انا في الاخر بكل شنو نحب نقول انه الرابطه ولا الجامعه يلزمها تساعد الانديه التونسيه راهو قبل الترجي كيف طلب تاخير ماتش ما حضرش رفضت له كيف رفضت له الرابطه ومش معقول يلزم هنا وين انا نعمل مقارنات بالانديه المغربيه ولا المصريه ولا غيره يا سيدي يكونوا يلعبوا مرتاحين الانديه وعندهم معناها الفافور انهم يرتاحوا باش يلعبوا على المستوى الافريقي ومن بعد يرجعوا يسويوا وضعيه خاصه توا في وضعيه قادرين انه معناها في الريبريز نتاع الشامبيونا نرتاحوا من لي ماتش الكل كنا نجموا نوخروه بثلاث اربع ايام وما يصير حتى مشكل هو هنا مكتب الرابطه تحط في وضعيه لا يحسد عليها الحقيقه يقول لك انت اذا كان باش تاجل لي المباراه اذا كانت اجلت المباراه هذه اللي هو منطقي يقول قايل علاش انت سي سي والايتوال يلعبوا باسم تونس معناتها كي باش يمشيو يلعبوا في الكوب دافريك ما حاشتهم باللي 3 بوان باش يلعبوا بالرايه التونسيه اكسترا والهنا اللوم كان على مكتب الرابطه لكن هنا زاد من وجهه نظر اخرى يقول لك مكتب الرابطه عندما الترجي كان عنده ماتش ديسيزيف ضد الزمالك وتنقل الى القاهره نهار ثلاث لعب ضد النجم الرياضي الساحلي نهار السبت وانهزم ولعب وقتها بالفريق الثاني ومعين شعباني قال انه ضحينا بماتش ليتوال من اجل مباراه الزمالك فهنايا حطت روحها في موقع وموقف صعيب بالكدا بالكدا الرابطه اذا كان تقبل الناس الكل اذا كان ترفض للناس الكل اذا كان هذا هو الاتجاه نتاعها هناك اللي يسمعك انت يقول الرابطه كلامك صحيح لكن هنا ثم اشكال جديد ثم اشكال نتاع رحله افريقيه وتذاكر السفر اللي قالوا سميه صحيح ما ثماش تنسيق كان جينا احنا الاخلاقيات نحكيوا عليها والانديه تعاون بعضها والرابطه والجامعه مثلا يعني يد باليد لمصلحه كل النوادي على قدر المساواه راهو كان ثم تنسيق لو خيام في النادي السويقسي يعلموا الرابطه رانا ما لقيناش تذاكر الا يوم الاحد والرابطه هي اللي تسال نادي السويقسي شنو وضعيه الرحله نتاعكم ويلقاو حل توافقي للناس الكل لمصلحه الجميع لانه نادي السويقسي والاتوال كما قال لك سمير ماشيين المقابلات يعني مصيريه لتحديد التاهل لدور نصف النهائي نتاع الكاف فهمت مش يمثلوا يعني تونس اوكي الرابطه انت من الناحيه اللي قلت عليها انت ايمن صحيح اني قبل اوكي قبل في ظروف معينه انت ما سمحتش لكن اليوم ثم ظرف قاهر هو التذاكر انا باش نعطي حق الناس تعرف شنو يقول لك هنا مش دفاع على حق لا فقط دفاع يقول لك خلي نولي انا نزاد نقص البيي قبل بشهرين وثلاثه شهور ونولي نسبق الناس الكل وتولي اي نادي عنده سفر ولا عنده ديبلاسمون ماهوش سهل يقص قبل ما تصير الرزنيه عايش خويا انا مثلا يمكن في اللخيان انا اللي قاعد نسافر الفتره هذه الاخيره بحكم الشغل نتاعي راهو يا كابتن بعض الاحيان الرحلات اللي كانوا فيهم ثلاثه واربع رحلات يوميه صاروا رحله او رحلتين اسبوعيه
ما تلقاش. الرحلة اللي كنت تعملها ديريكت مثلا، نعطيك أي مثل، دمشق المنام البحري 3-4 ساعات طب تكون غادي. عملناها في 14-15 ساعة بإسكال في دبي، لأنه ما عادش ثم. دونك النادي السفيقسي أنا سمعت شكي يخروحوا، قال لك لو كان الرابطة هي تعطينا رحلة من يوم لحد في الليل يوم الاثنين احنا نمشي. يعني ما ثماش هنا ضروره يعني وقوه قاهره قدام النادي السفيقسي تقول لي انت ريزرفاسيون عندها شهرين، ايش كان باش يعمل لك براتيكمون؟ ما تعملش يعني ريزرفاسيون، يزبك بالاسماء ويزبك يعني ثم امور كنا نجمو لو كان ثم تنسيق، لو كان العلاقه متميزه. تحبوا نكذبوا على الناس يا اخي؟ علاقه النادي السفيقسي بالهياكل الرياضيه علاقه ممتازه؟ ما علاقه سيئه، وقت يلقاو فيها الضربه يضربوها. يا اخي سليمان ولا غيرها، الشاب باقي قاب شي يعفصوا فيها ما عفصوا فيها. كان جات جمعيه اخرى من الحبيبات والصحيبات تاع الضبط، راهو تعديت الامور بسلاسه وما نفيقوش بها. وراهو ثم نوادي قلبوا الذهاب اياب واقلب وما عندكش مشكل وانا معاك ونعاونك وكذا. وثم نوادي كي نلقاو فيها الذبحه نذبحوهم من الوريد الى الوريد، مش دفاعا عن النادي السفيقسي. راح احكي بشكل عام عبد الرزاق الدالي، اسمعني اسمعني، مش تستقل على عبد الرزاق الدالي شنو اللي قال لك المدينه الفاضله وسمعته البارح واحنا على قدم المستوى ونفس المسافه من الانديه الكل. يا سيدي قال لك سي اس اس علاش ما وفرتش طياره خاصه كيما عملت ليتوال؟ ما عنديش فلوس يا سيدي، اعطيهم انت شيك من عندك يا سي عبد الرزاق. الامكانيات الماديه 250 الف دينار ولا 200 الف دينار نتاع واحد تعايش النادي السفيقسي وتخلص لها عده مشاكل توا في الملاعبيه. اوكي النجم الساحلي لقى حل، النادي السفيقسي ما لقاش حل. يعني هذا شي يبين لك العلاقه المتوتره اللي بين الانديه والرابطه، اي شي يبين لك يعني باه انت البطوله تفى يوم 12، انت تعرف علاش لازم 12 مش 10 مش 15؟ تعرف علاش؟ انت تعرف ثم كاس ولا ما ثماش؟ ما تعرفش. تعرف ثم السوبر ولا ما ثماش؟ ما تعرفش. واضح جدا. المنتخب يلعب جوني فيفا يوم 30، من مصلحه المنتخب انه الشامبيونا ولا الدوري يوفى على الاقل قبل اسبوع من الاستحقاق الدولي. خاطر انا كي تكمل لي البطوله يوم 10 ماي انا كمدرب وطني بعد 5-6 ايام راحه للملاعبيه يلزمني ناخذ الملاعبيه المحليين وندخلهم في معسكر هم مدربين معايا باش يقعدوا جاهزين، لانه اذا كان يرتاحوا اسبوعين ونعاود نبدا بهم انا مقابله كاس العالم يلزم نبدا من الصفر. دونك واضح لخبطه كبيره، وكنا نجموا المقابله ناخذوها ونعتذروا من نوادي اخرى ما لبيناهمش الطلب كما قلت انت الترجي هذه بسبب تعلت انه التذاكر ما ثماش. هذه قوى قاهره الفريق واضح النادي السفيقسي بالتحديد واضح لانه مكروه من الهياكل الرياضيه، وهذا السفيقسي الكل تعرف وكاو ربي معاهم. الرقم هو 6 نتاع اليوم، تبع شويه عندنا تليفون باش ناخذوه موجود معنا في المباشر بعد الرابطه. طلعت سليمان طلعت نادر معنا شو معاش انا ما خليكش نادر معنا دجره وعلى تليفون يديك تلعب في تونس يديك عملوا نسيتوها خاطر ثبت اربع نقطات شتاء تيزيو يا عباد شيش رمضان هذا اللي حكي عليه الكابتن يا ولدي. هذا الواقع يا نادر يا نادر نادر هذه الرابطه والمهازل والظلم اللي عايشين فيه. الشاب يا اخي ما تظلمتش عمناول في وقتها، الترجي لعبت ضد المسير 6 غيابات في النادي الرياضي بلوتو 6 ملاعبيه جدد يلعبوا في التشكيله الاساسيه اللي هو الرقم تاع اليوم. صبري بن حسن، حمدي سلامي، اسامه البحري، عزيز السايحي، بشير الغرياني، عثمان كمارا، نلقاو في وسطهم نور زمان زموري، نبي كمارا، زكريا المصوري، عبد الله العمري، وعزمي غوما. تقريبا هذوما الملاعبيه هذوما لعبوا قدام ملاعبيه النجم الرياضي الساحلي، رامي القبسي، النوالي، بن عياده، جمالي، كشريده، القرماني، حاج محمود الاحمر، الشيخاوي، صفاقسي، المزياني. تقريبا اليوم لتوال ضد سي اس اس انتهت النتيجه 2-1. في راس نعمل عليك انك تعطينا في دقيقتين تعليقك لانه عندنا تليفون مهم جدا باش نضمنوا على صحه ايمن دحمان. باهي نبداو من الحاجه الاولى والنصيحه الاخيره نادر لن يعلق فيها على حد. نحب نبدا بموضوع الكالندري او الحاجه نحب نبدا بموضوع الكالندري. تتذكروا وقت اللي صارت القرعه وفي البلاتو هذايا قرعه سهله وبوركينا فاسو والسنغال وما يلعبوناش لقينا رواحنا انه الماتش هذا ولا بوليميك التوا ساهله والسي اس اس والتوال مشي في الكالندري. كي هبطت الكالندري كي هبطت الكالندري نتاع البول كان الماتش هذا سوبوزي لتوال والسي اس اس يدوروا الفريق خاطر ارتاحوا ديجا ترشح. دونك هذا موضوع اولا حبيت نقول انا حبيت نقول انه الحاجه الثانيه انه على كالندري سنة انه اول مره نعاود نذكروا انه المسابقات الافريقيه تبدا في اول الموسم وتوفى في ماي
هذه هي الكونترانت الجديد. عمناه كانت سوبوزيتي هكاك وجات كورونا فيروس السنه زاد كيف كيف معناتها كان جات كما كان يحكي نادر كان جاو فما الطيارات يمشيوا للمشكل هذايا ميم با مطروح. اما نفهم زاد انه الرابطه في حرج انه زاد ليكيتي نتاع البطوله انه زوز هذوما فرق يلعبوا على المسابقات الافريقيه وانه فكره ثلاثه جولات الاخيره لازم تتلعب فرد وقت فما زاد الجانب هذايا. علاش ثلاثه؟ عليه مش أربعة. القانون تعودنا أربعة. لا القانون كان أربعة. فهموني توي. كان القانون. القانون أربعة. ايه. اليوم القانون حاليا أربعة أربعة. أي مش مشكلة. قلت عمليه وما طبقناهاش خاطر التأجيز. حبيت نقول لك اللي أنت يلزمك يلزمك تاخذ بعين الاعتبار البارامتر هذوما. القانون مقتول كما نحبوا احنا في تونس عايش خويا. الراجل بوه مات مقتول عايش خويا قلب لا. أنا نحب نحكي على الزوز فرق نحب نحكي شوية على الاتوار. فيرا سامحني باش الموضوع هذايا بعد الأخبار لأنه عندنا دقيقتين باش ناخذوا معنا في التليفون. مهم جدا خاطر مغربيله قاعد يسنى فينا الدكتور نادر التريقي مباشره من صفاقس. مساء الخير مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا بكم وان شاء الله رمضانكم مبروك. رمضانك مبروك للناس كل تسمع فينا. شكون الدكتور نادر التريقي؟ نادر التريقي هو الدكتور الجراح اللي منذ ساعات قليله اجرى عمليه جراحيه لايمن دحمان. مرحبا بك مره اخرى. حبينا ناخذ حبينا ناخذ التفاصيل نطمن هو نطمنوا على حاله ايمن دحمان بعد اجراء العمليه الجراحيه على مستوى الأرض المتقاطعه دكتور. ان شاء الله من ناحيه اطمئنوا واطمئنوا الناس الكل ان شاء الله الحمد لله عليه ايمن دحمان تعديت عمليه جراحيه ممتازه جدا الحمد لله وان شاء الله الرتور نتاعو باش يكون دون لي بلي بغيف ديلي سور لي تيران سو لو بلان ديتاي باش نقول لك العمليه تعديت باهيه برشا والحمد لله ورد عطاه على قد قلبه ولا يتحفون برشا دحمان هيا باهي الحمد لله. هو اليوم صباح هذول اجرى العمليه كملها قبيله شويه قبيله شويه بون كملنا مع نص النهار اي فوالا نص نهار ان شاء الله لاباس لايمن دحمان مره اخرى دون لي بلو بغيف ديلي قداش ابري ونرجعوا نتفرجوا نلقاو ايمن دحمان مره اخرى على الميادين نعاودوا نتفرجوا فيه دكتور ان شاء الله بحول الله ما يكونش اكثر من خمسة شهور نشوفوا ايمن دحمان شغل ان شاء الله بحول الله خمسة شهور وصار تنسيق بيناتكم وبين الإطار الطبي للسياسات والمنتخب الوطني التونسي طمنوا عليه كانوا حاضرين في العملية ماذا بين ناخذوا شوية تفاصيل بيصير أيمن ماك تعرف ما شاء الله تو بحكم مشاركته في المنتخب وفي النادي الساقسي الناس كل تحبه والناس كل تهيت به ومشى وتعدى على ستاف ميديكال نتاع ليكيب ناسيونال وبعد ارتقينا انه تكون جراحه في صفاقس والحمد لله كل شيء تعدى به وربي يقيم وسالم ان شاء الله. ربي يقيم وسالم ايمن دحمان دونك خبر ايجابي نجاح العمليه الجراحيه على مستوى الارض المتقاطعه لايمن دحمان والحمد لله تحيه للكامل الفريق اللي قام بالعمليه الجراحيه على راسهم للدكتور نادر التريقي اللي كان معنا في المباشر دونك كما قلنا خمسه اشهر ان شاء الله يتعدي في ساعه في صعصيف نرجع ان شاء الله سبتمبر اكتوبر الاهم ويرجع ان شاء الله ان شاء الله الاهم العمليه هي ريدوكاسيون هي ريدوكاسيون اي معناتها جست كلمه لا 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 حاجه دحمان بعد الفال زيت عامل نص ساعه ريت مقبيله تقولوا علاش الاربع ونص يا اخي يهديك شبيكم شبيكم عندنا برشا وقت معناها باللي هداوة مازلنا باش نحكيو على ترجي بعد الفاصل باش نلعبوا نحكيو على السي اس اس والنجم الرياضي الساحلي مانيش باش نلعبوا بالكويز لانه تحلينا برشا في الكلام في برشا مواضيع جانبيه رجعوا ان شاء الله بعد الاخبار وني في الاستوديو ليكيب محترفه خبره وعرفه والكوره في الراديو اخبار الرياضه خوذه وخماضه هوني في الاستوديو ليكيب محترفه خبره وعرفه والكوره في الراديو فاهمين تروح من التيران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كوره بالاستوس في سبور بلوس اللعبه تقول ما 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 موتوس شيخه بالكوره والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسو الضيف الكابتن حسني سبي سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لا ما يشطش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيفها بكاتش والدخله بالبنادر بوسي الدفاتر العلايمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيك وحبكه لعبنين وفكه كوره في الشبكه نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك معاما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كولا أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو ليكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو علي إسبوغ أحلى مع أحلى راديو إيفام رجعنا لكم الجديد في سبور بلوس السابعة الستة والسابعة
سي بون رمضة قداش مازال وقت؟ 84 دقائق. شوف الوقت شوف فيه بريكه ما عادش نفرق مع 16 ماشي 16 لا 84 دقائق مازالوا 20 دقيقه في الحصه نتاع اليوم. مازلنا مواصلين بالحديث على البطوله. نجم رياضي الساحلي دونك تفوق 2 مقابل 1 امام النادي الرياضي الصفاقسي دونك ليتوال بالفوز نتاع اليوم ينفرد بالمركز الثاني برصيد 46 نقطه امام اتحاد بن قردان في حين السيساس يقعد ب 34 نقطة. بعد شوية باش نحكيو على ترجي الرياضي التونسي يفوز على الشبيبة. قبل الأخبار طلبت الكلمة في راس في خصوص لأنه ما كملتش فكرتك وقت أخذين أيمن دحمان. على أيمن دحمان أنا قلت أنه معناتها حاجة ممتازة أنه العملية تعدت بالكدا، أنه إن شاء الله اللي هو يحط الروح والموتيفاسيون أنه يكون موجود في كأس أفريقيا في جانفي جي، خاطر الإصابة جاته ممكن في أخيب وقت ممكن في الموسم بيان سور، خاطر في حراس المنتخب كان الوحيد اللي أداء كونستان على الموسم وكان معناتها موجود في التربص الأخراني، وكان بمردود فاروق بن مصطفى كان هو اللي نجم يولي عليه طلب شعبي أنه يكون رقم واحد. للأسف جات الإصابة، لكن الحارس ورانا حاجات إن شاء الله يرجع أقوى من اللي كان. ولحد طلب شعبي في صفاقس لاجي دالة فيه انه هو رقي يصبح رقم وانه حتى في البطوله سنه هو من احسن الحراس. يظهر لي زاد مانيش نتجناو على الملاعبي ويلعب في كاس افريقيا كذلك. دونك جوست حاجه اخيره على موضوع الكالندري، انه مثلا في الجزائر في لي زاني معناتها 2000 كان فما حاجه كيف مناك انه الفيدراسيون بين الظفرين لا تعترف بالمسابقات الافريقيه، معناتها انه تلقى عندك فريق يلعب في كاس افريقيا في الاسبوع عنده مقابله في البطوله في نفس الاسبوع، فخلى داير مستوى الفرق الجزائريه اللي هما خرجوا شويه من مساحة في البريود هذيك. ففكرة أنه الهياكل الرياضية زعما تضمن وجود الفرق التونسية بطريقة تضمن لهم معناتها حظوظهم في المنافسة، هذا يظهر لي أنجو كبير ياسر لفرق كيما النجم الرياضي الساحلي ولا النادي الرياضي الساحلي. بالضبط، الترجي الرياضي التونسي فاز 3-1 أمام الشبيبة الرياضية القيروانية. كابتن خالد حسني، ترجي فوز على شبيبة عادي معقول، نعملوا طلع على الكلاسمون 55 نقطة في الصدارة وثلاث نقاط فقط تفصل الترجي الرياضي التونسي على تتويجه بالبطوله نتاعو بطوله 31. هل انتهى الموضوع سناي كابتن؟ انتهى ربلوت واللي بعده نمشي لسمير اللي بعده. معناها ما فهمتنيش في الموسم اللي بعده. الموسم القادم معناها الموسم اللي بعده بالنسبه للترجي بالنسبه للقروين نتكلموا معناها هذه القمه والقاع فهمتي. وانا اتمنى والله اتمنى هذا النادي نحبه برشا انا قروين ويعرفوا القراوه فهمتني ان شاء الله يا خويا يغادر القسم الوطني الاخر يربح مباراه يا كابتن. الاخر معناها والله العظيم حتى الهيبه نتاع النادي والواحد يربح مباراه ولو احنا رينا شويه اللاعب معناها يزون جوي قال بوندون كومبيان تروا كار معناها دي ماتش قداش باش تشد بدنيه. والله تحيه اعجاب للملاعبيه ذوما اللي عارفين رواحهم طايحين واللي كل ماتش يقدموا من اللي نجموا يقدموا معناها كل فريق يعطي ما هو قادر عليه. فوالا دونك الترجي 3-1 نتيجه منطقية عادية ضد الشبيبة اللي حكينا عليه عديد من المرات. وترجي حط قدم عمل خطوة عملاقة نحو التتويج بالبطولة 31. ممكن في المباراة القادمة لو يفوز 3 نقاط يقبل المباراة هذه 6 نقاط حسابيا تضمن الترجي تتويجه. تعادل 3 نقاط مازالوا 3 نقاط للترجي الرياضي التونسي في ما نعرفش قداش من جولة 4 على 5 جولات. ما هي مسألة وقت يعني مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. تتويج الترجي الرياضي التونسي حاجة منتظرة تقريبا، فما إجماع منذ بداية الموسم على أن الترجي التونسي هو الفريق الأوفر حظا والأقرب للتتويج، وكلامنا هذا مش جاي من فراغ، جاي من معطيات واضحة. باش تهز التيتر يلزم عندك شروط معينة تتوفر فيك، منها إدارة تعرف شو تعمل، منها استقرار على مستوى المادي، منها كذلك رصيد بشري محترم، منها كذلك مدرب يعرف المجموعة، منها جمهور، منها هذا كله يتوفر في الترجي التونسي. الشيء اللي خلى الفرق كبير في السنوات الأخيرة بين الترجي وبين غيره من الفرق باش نكونوا واضحين، الترجي فريق منظم وفريق مهيكل وفريق محترف، في المقابل الأندية الأخرى
انحدرت في مستواها. الانديه الكبرى اللي متعوده متعوده الكلاسيكيه الكلاسيكيه اللي متعوده في الاربع سنوات الاخيره هو كان اقوى بياسر من منافسيه ام منافسيه خلاوا له الفرصه انه هو يلجاخ؟ لا لا منافسيه نحكيو على عام كامل نحكيو على ترجي في البطوله يلعب بالاكيب بي في الكوب دافريكا يلعب بالاكيب ما تنساش عام كامل تراجع تراجع المستوى نتاعه تراجع المستوى نتاعهم بدرجه كبيره. النجم الذي الساحلي الفريق اللي في المرتبه الثانيه شفناه قداش قاسى وعانى من تغيير المدربين وقد من تغيير كذا ومن الملاعبيه ومن ضيع عدد كبير من نقاط النجم الذي الساحلي معناها فماش استقرار. السي اس اس نفس الشيء تقريبا والنادي الافريقي حدث ولا حرج. وبالتالي انك تقولي الترجي التونسي يتوج فهي حاجه طبيعيه ومنطقيه. المشكل مش في الترجي ولا ديما نقولها، المشكل في الانديه الاخرى. يا اولادي اخدموا على رواحكم، يا ناس نظموا اموركم. ان شاء الله معناها النادي الافريقي حتى ريفاليتي يرجع النادي الافريقي ان شاء الله ترجع عن قريب، السي اس اس تحسن امورها، الاتوال كيف كيف، فبالتالي تشتد المنافسه وهذا كله في صالح الـ 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 الكره التونسيه. وهذا ينجم يكون يرجع بالمنفعه خاصه الانديه تلعب البطولات الافريقيه انه تصير ريفاليتي معناها مباريات قويه بانتونسيتي كبيره يرجع معناها في سكوندا. من بين العناصر اللي ذكرها سمير فما عنصر مهم جدا اللي خليت الترجي معناها بعيده على الاخرين كل هي لا جيستيون دي كريز، خاطر مهما فريق جاتوا معناها اشكالات في الموسم ولكن الترجي عرفت كيفاش تتعامل معها وخاصه مشكله المدرب. صحيح. هنا عاد انت وقفت هنا يا لوركو ما لازمكش تقف لازمك تديفلوبي. هات خليه يكمل. انا باش نكمل. خاطر باش نعطيك لا 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 باش نربط مع اخر كلمه تاع اخر كلمه خاطر جيستيون دي كريز. اتونسيون راهو كبيره ياسر معناها. برشا كلام تحكي على المدرب واقاله المدرب ويجب اقاله المدرب وكذا. اداره الترجي يعطيها الصحه في الحكايه هذه خلت الناس تتكلم الناس تتكلم وما يفعلوا. بالضبط. في راس لحظه بركه خلينا نعطيك السؤال. ثم ستاتيستيك مهمة انه منذ موسم 2017 البطولة ما تلعبتش في الجولة الأخيرة وقت اللي موسم 2017 بين ليتوال وترجي وقت المباراة الأخيرة في البلاي أوف تلعبت تقريبا نهائي البطولة. من وقت 2018 2019 2020 حتى 2021 البطولة تحسم قبل أربع وخمسة جولات معناتها الموضوع هذا قاعد يتعاود من موسم إلى آخر. نربط مع الفكرة هذيا نذكر وقتها في الحصص الأولانية أنت معنا قلت وقتها ترجي في تونس كما يقولوا بي إس جي في فرنسا يعني الجيغ لي ماتش نتاعها تقريبا ثلاثة نقاط تفصل ترجع على تتويج. وهو حتى باش نكمل مع فكره سي خالد انه حكيت المدرب مثلا واداره ازمه المدرب تو الترجي عنده اربع سنوات في البطوله الوطنيه نعرفوه اقوى من الجميع امكانيات استمراريه ملاعبيه اللي تحب انت. علاش مل المدرب في ساعات كلام؟ على خاطر كما قلت انت انه الترجي في البطوله يجاري فقط اوركو للجماهير بالملاعبيه الموجودين الترجي مطالب انه يقدم اكبر برشا من هذا وهذايا للجماهير خايبه امل خايبه امل. وداير حتى على السنه مثلا يجي ناخذوا سيزون سنه المقابلات الكبرى نتاع الترجي لي ماتش كي كونت للجماهير في كاس افريقيا وفي البطوله رينا الترجي ما كانش ديما في كل مستوى اللي هو الفريق رقم مباريات الزمالك الزوز مباريات الزمالك فوالا سيرتو الاياب لكن سينا يعني انهزم ضد النجم انهزم ضد السي اس اس ومباراه الدربي كانت متوسطه في اللي وفي مازالت راهو دربي مازال مباراه سي اس اس نعرف لا نعرف اما نحكي لك انه لامبرسيون على الافكتيف على فارق الامكانيات يخليك انك تقول علاش الترجي ما ينجمش يوصل انه يهيمن بطريقه معناتها كيما بايرن من بي جي ولا بايرن قادر انك انت تلعب 26 ماتش على مستوى هاو 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 بالفرق نتاع الافكتيف وبالملاعبيه هذا نجم يكون ممكن لو بتاتر طريقه اللعب تتبدل على المستوى الهجومي. جوست على المنافسه زاد مهم انه المنافسه زاد ضعفت مش ضد الترجي ضد الفرق الاخرى معناتها انه كيما كنت نقول لك انه كي تفرج في المقابلات الكبيره انه كونفرونتاسيون ديريكت بين الترجي ضد فريق اخر يلعب مسابقات افريقيه ترى مستوى والترجي طلع في المستوى لكن البقيه ذا هو اقاله المدربين واللي تحب انت وكذا انه موسم سين كورس الفرق الاخرى ماهيش تجاري بلوجيك نتاع كورس انه توا الترجي مثلا جاتو راحه مثلا بين كاس افريقيا خاطر المهم هو نهايه الموسم جاتك راحه انه البطوله باش تلعب ماتشات الريتارم فماش كاس افريقيا انا معناتها عجبني انه التشكيله مثلا حب يجرب حاجات انه الملاعبيه اللي ما خذتش وقت نتاع لعب فهذا اللي يوريك زاد انه الترجي في ديمونسيون اخرى بارابور للمنافسه اللي هي تجاري في اليومي من غير فكره واضحه لكن واضح. الترجي قادر انه يعمل احسن برشا من اللي هو فيه
لو بتاتر الافكار الكرويه تقدم الى الامام. نادر داود، نهار 1 جانفي 2021 مباراه الترجي والنجم الرياضي الساحلي، وقتها انا وياك وسمير اول نهار في العام الجديد، وقتها بعد فوز ليتوال مزيت البطوله على بكري، انت قلت انتهى الموضوع، الترجي بطل موسم 2021. سمير يمكن نقطه شويه ما وافقكش، انا قلت لك كيفاش مازال بكري معناها وكل شيء، فثلاثه نقاط كمان تفصل الترجي على التتويج. حسام ما وافقش اكثر من سمير لانه سمير يعني انا حاولت نشوف اللي حكاه سمير. لا هو سمحني نادر مش تعصبت علينا قبيله، خليني لا لا شو اسمه لحظه عندك الفوفير سمير، انت زاد عندك الفوفير تعصفوا عليه، تعصفوا عليه في النص ساعه الاخر مانيش نعطيك الكلمه. تعصفوا عليه نادر مثال. هو كلام نادر راهو اللي قاله في جانفي راهو صحيح صحيح، احترام في الاخرين، اما احترام في الانديه الاخرى اكثر، احترام في الاخرين انا ما نشوفهاش الحكايه فيها قله احترام. انا مازالوا حسابيا فهمتك حسابيا انا نشوف بربي لحظه ونعطيك كلمه والله العظيم خاطر تفاعل انه معك انا بديش تحسف عليه. لا لا مازال قاعدين هو مازال ما تكلمش. نتذكر وقتها بعد التصريح نتاعك المستوى نتاع الترجي نتاع لاعبيه الترجي تراجعوا، ومدرب الترجي عمل تصريح اللي انديريكتومون موجه لك انت، قال وقت اللي نشكروا ياسر الملاعبيه هكا يولي يضربوا شويه في روحهم وكذا، فلازم ديما الملاعبيه يلعبوا في سوبريسيون هكا نتاع انك تلقب قبل 6 شهور البطوله وفات فهذا ماهوش باهي وكذا. نذكر بكذا تصريحات من النوع هذا. شوف هو تصريح مبني على الحاجات اللي قالها من الكابتن وسمير. تو حاولت نشوف انه نلقى في نوادي تتعثر مع في اي مقابله مع اي منافس، في حين ان الترجي كل ما يلعب خارج القواعد مهما كان المنافس يروح بالنقاط، واكد اثناء ان البطوله ما تلعبش في المواجهات المباشره. اي سيدي هاو انهزم مع نادي الصفاقسي وانهزم مع ليتوال اللي هما بالنسبه ليهم مكسب كبير الفوز على الترجي، اي لكن الفوز في مقابله ولا في بطوله ولا في دوري، فهمت؟ دونك هاو يعني حتى المواجهات المباشره مش هي اللي تهز البطوله، راه المقابلات الاخرين وهذه معروفه والكابتن يعرفوها من قبل، راه المواجهات المباشره مش هي اللي تلعب يعني في البطوله، الكورس حصد النقاط هو الاهم. طبعا يولد الاستقرار في فرنسا، المواجهات المباشره ذيك نتاع الشيخه وتفادلي ليه كيفاش تتعثر مع واحد وتربح الاخرين. دوك فهمت يعني ما نحبش نعاود كلام الكابتن وسمير على اللي صاير في الترجي الكل، وعلى يعني معين حتى كي صرح حكاك قال نشكر هذاك معين داخل في خدمتك يلزم. انك كيف تو فاجيري بارفوا النتيجه الخايبه، بارفوا الاكسي دو كونفيونس، الثقه الزايده، المفرطه، الانتصارات المتتاليه، الكل راه المدرب سي تان تو يعني شغله في كل شيء. كاش قلت لك المعد الذهني كراكوز حكايه فارغه حكايه دخيله، لان المدرب احسن من فكره المدرب الذهني خطره ماشي فقدت انا عن نادي الصفاقسي. بعد الفصل بعد الفصل بعد الفصل الفاصل المقدس بعد الفاصل، وباش نرجع نحكي في سبور بلوس مازال عنا ما نحكي. رجعنا لكم جديد في سبور بلوس. شنو عندك ما تكمل تحكي على الترجي قبل السي اس اس؟ باش نرجع لك خاطر عندك ما تعلق على نادي رياضي الصفاقسي معناها كملتها في خصوص الترجي. الترجي وحده يحكي على روحه. فوالا هنا تحب ديما ديفلوبي مع كابتن خالد حسني على الكلمه اللي قالها الجيستيون دو كريس، كيفاش الترجي الرياضي التونسي صنع على امتداد الموسم عرف كيفاش يجيري اوقات الازمات نتاعو عكس الفرق الاخرى سواء المنافسه او الفرق اللي في وسط الترتيب او في اسفل الترتيب، الناس الكل تعدد بمشاكل. صحيح. علاش الترجي عرف يجاري الكريز نتاعو والاخرين لا؟ الخبره والنضج اعطتهم التعامل هذا اولا، ثانيا ما نجروش وراء العاطفه، عاطفه الشارع، خاطر وتفاهمنا احنا في الفيسبوك افا فهمتي ونعرف انه في الفيسبوك كل شيء راهين في الفيسبوك، حتى من السياسه حتى السياسيين ياخذوا قراراتهم في الفيسبوك. احنا نشوفوا ان الفريق الوحيد الذي لم يغير اطاره الفني، ما الاطار الفني وخاصه معين الشعباني، وصارت معناها عثرات لمعين وصارت عليه شيطنه، وقت تصير عليه شيطنه من كل جانب وحدب ويلقى روحه رئيس النادي بشيخه موقف، الموقف نتاعو خذاه لمصلحه الترجي الرياضي التونسي وليس للعواطف الهامشيه، معناها فهمتني ما مشاش بال كومون ديريج الموجه وين ماشي بالليموسيونيل، مشى بالراسيونيل، وذاك هو اللي يفرق الترجي التونسي. وقت تصير ازمه او اشكال يلزم الانسان يشوفها من كل جوانبها وياخذ القرار الصائب في الوقت والزمان، في الوقت والزمان. وقتها شاف هو يلزم معين يكمل،
وقتها يزموا معيني كامل. بون الناس وليت كلها تتحلل والناس الكل وكل من طرفه فما حتى ولات عاد معني امور عدائيه للشخص فهمتي ما عادش ما نقد بناء هذا موجود في الكور هذا لا موجود لا لا لا. تنجم تلقى النقد البناء وتنجم تلقى اللي ينقد على خاطر عنده خلفيه وفما صافي بارتي انا 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 عندي مبدا انا دافع على المبدا دافع وقت قلت لك انا عنصر هام للترجي التونسي اللي هي معناها ماهيش كما الفرق الاخرى اللي عرفت كيف تتعامل مع نقولوا الازمات الصغيره التي مر بها النادي وكل نادي في العالم هي عرفت كيف تتصرف فيها بعقلانيه وبي كومون دير معناها هدوء ساجيس وبهدوء وبهدوء وحكمه ورصانه هو وقت اللي سمير نحب نسالك فوالا في السياق هذايا انت مدرب ومدير فني وكذا انه الكلامات تقريبا ترجي هو ورجيش هما اللي ما بدلوش الفرق نتاعهم رغم انه ترجي الانتقادات على معين الشعباني راه ما كانتش ظهر فيا من سبتمبر مش سيتهم من ماي نتاع عمله والتو وما زالش تقعد تتواصل وتنقص على حسب النتائج ولا حسب المردود انت تحليلك للبيلان هذا وباجات معينه مش كان في الترجي الرياضي التونسي في كل الانديه التونسيه باجات معينه تاخذ في اجرها وتتكلم تتكلم تاخذ في فلوسها وتتكلم فما فاجات معينه ومعروفه في الترجي في الافريقي في نتوال في كل بلاصه في السياسه في السياسه في الفن في الاعمال الرمضانيه في كل شيء في الفن الفيسبوك تعمل البوز يعيطوا لك في حصه نتاع التلفاز باش توري وجهك يقول لك خاطر انت عملت البوز حاجه واضحه الفيسبوك ابتكره الاقوياء والاذكياء واستعمله الأغبياء والضعفاء هذه بدلها على الثورة بكل 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 يعرف فهمني بكل أسف احنا دي كونسوماتور احنا نستهلكوا في الفيسبوك بطريقة مش باهية بالكل وبالتالي ياثر علينا تنجم تنحي فيه رئيس دوله رئيس حكومه تنحي فيه بي تي جي تنحي فيه مدرب تحط به مدرب هذه كلها هي الانتقادات البناءه مرحبا بها للناس الكل اما الباجات الانتقادات البناءه لحظه بركه في راسي ماهيش موجوده مالوغوزمون بقله قليله تقريبا وحتى في بلاتوات وهكذا الفيسبوك اثر حتى على البلاتوات فولا ولا موجه الانتقادات جرى وراء جرى وراء شيء مالوغوزمون على الاقل نحن شهاده شرف الحمد لله والشكر لله وباسنا عند سمير نهزك الموضوع اخر مثلا على نقد بناء راهو كي تجي تقول مثلا في الليتوا ولا في الاسبوع ولا في جمعيه اليوم انا عندي مباريات نشوف في الشيخاوي يلعب مهاجم وعندي كوليبالي مسجل 11 هدف كان مفتق الدنيا الفتره الاخرانيه ومنقذ الاتوال في عدد مباريات ومعاه العوجي جاي بعده نتسائل هذا نقد نقد بناء عادي انا ما نترجاش من وراه مثلا عندي حاجه ضد الاسعد الدين اللي هو نجم يكون هود صباح قالين وياه نشربوا في قهوه هذا باش نرجع لك على صفيق فني لا هو انه يبرر ويفسر تجي تكون نظره فنيه في بلاتو توا معين ولا الاسعد ولا اي مدرب في السوق في سيارته يسمع فكره من محلل صحيح يعرفها راهي فكره قالها كراي ينجم يا خويا يتبناها علاش لا راهو ما ندعيوش العلم كلمة فقط مانيش ناسيك على سي اس اس لانه في راس طلب الكلمة في 30 ثانية في راس لانه بحد جاي وحده واحد جاي انا الفكرة انه فما انتقادات بناءة فكرة اللي باش نعطيها النادر يعمل يا خوك ليميسيون يبدا يتكلم وحده كيما في مصر كيما مع حاتم كيما ما نميدو شوبير معناتها تبدا يسب في الناس الكل لا فما اكسري لا فما كوندكتور لا فما بوب تبدا خمسة سوايع هكا الصباح معناتها هذيك فكرتي لإدارة اي اف ام انا نجم نتفاهم انه فما انتقادات اللي هي معناتها بيد انفس خبيث انا ما تحبش زايد ولا عامر فمنها برشا المشكل ولكن زاد فما انتقادات اللي هي كي تجي تحطها على المستوى الكروي نجم يتحكى فيها انه تقول لي انه ترجي مثلا من انسحاب الزمالك عمناول في الشامبيونز ليج الى الزمالك الاكستيريور معناتها سنا في الفاز دو جروب ما عملش مقابله بلان 90 دقيقه هذايا ماهيش حاجه اللي نجموا معناتها نجموا نحكيو فيها بيان سور وما نقال العكس فهذايا معناتها انه نقولوا انه بوتيتر الانتقادات فيه وعليه ليه ما زاد فما فورم تاع كوره واللي معناتها جماهير الترجي تطمح من فريقها الافضل وترى انه بوتيتر المدرب ماهوش قاعد يستغل في الامكانيات اللي عنده 100% وهذا حقها وهذايا ممكن حاجه اللي لو تتواصل تنجم تخلينا نتسالوا هل المدرب هذايا عنده الافكار اللازمه باش يلعب الملاعبيه هذوما نعم ام لا هذايا نقاش بناء وليس من العيب طرحه رغم قال العكس رغم اللي معين الشعباني هاز دو ليك دي شامبيون وعنده افكتيف ما صارش عاد ما قال العكس حبيت نقول انه راهو ماهوش زاد معناتها جدليه النتيجه واللعب
راهو النتيجه ما تنجمش زاده تغطي على كل شيء، والنجم زاده فما حاجات اخرى تنجم تعجبني. في العالم الكل نتاع النتيجه والاداء والاداء، وانا فخور اني من الكل نتاع الاداء مش نتاع النتيجه. اوكي اخويا العزيز تيح ديفيزيون 2 مي بافكاري. لا الاداء نتاعك ينحيك شيء ما هو مضمون، لا نتيجه لا اداء. انا ما نكمل معك الايميسيون قبيله كي حكينا على الضابطه وعلى المقابله هذه. اوكي تحكي على سي اس اس وليتوال، على سي اس اس وليتوال، لكن مثلا ما يجيوناش بعد الهيئه المديره نتاع السي اس اس ويقولوا راه المقابله هذه خسرناها على الافكتيف والضبطه ما استجابتش، ويبرروا بها مثلا عدم الحصول على المركز الثاني اللي كان في ديك لما فزت على النجم الساحلي يا سمير في سوسي. دونك هنا ملي فزت على النجم الساحلي عملت 10 مباريات افريقيا ومحليا، زوز انتصارات، 7 تعادلات وهزيمه، هذه في تونس 10 مدربين تونس يتنحاوا عليها. في البطوله المدرب هذا جديد عامل انتصار وعامل هزيمه ولم يفز ولا مباراه في صفاقس و4 تعادلات. دونك واضح علاش النادي الصفاقسي خسر المرتبة الثانية وفي سباق مع الزمن على المرتبة الثالثة مع بنقردة، لأنه 3 نقاط أخرى للإتوال حتى حسابيا يفوز بالمركز الثاني. مشكور جدا ويفي راس. كلمة أخيرة على السي اس اس، أنا معناتها اللي حس في نفسي هي الجيستيون تاع نهاية الموسم، أنه كان عندك فريق اللي كنت نجم تعاود يخليه يلعب كأس أفريقيا العام الثاني على التوالي، أنك ترجع الديناميك هذيك، لكن بدلت المدرب، دخلت الأمور بعضها رغم اللي الإفكتيف ماهوش خايب، لكن ليميتي. خسارة النادي الرياضي الصفاقسي باش يقعد يلعب بتوفيق الكاف في كل الحالات، ما حظ سعيد ليه وما زلت عنده حظوظ. بتوفيق للإتوال، بتوفيق للسي اس اس. مشكور كابتن خالد حسني، مشكور سامي سليمي، فراس ونادر داود. ملتقانا ان شاء الله نهار الاحد الجاي سبور بلوس، نذكروا مره اخرى في توقيتها الرمضاني كل يوم احد من ساعتين حتى للاربع ونص نتاع العشيه، ديما اكثر اخبار ديما اكثر تفاصيل تلقاو على اي اف ام بوتين وعلى صفحه نتاعنا اي اف ام سبور. مشكورين الناس كل كنتوا في المتابعه والاستماع، ملتقانا ان شاء الله الاحد الجاي.